الجيران الكرام نحيي فيهم معاني الإيمان ومعاني العبادة لله سبحانه وتعالى. وخير ما نبدأ به إن شاء الله كلمات عطرات وذكر طيب من القرآن الكريم يتلوه علينا أخونا الشيخ بلال فرج، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاس. نعم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تلاها علينا الشيخ الفاضل، هذا هو دأب الدعوات إلى الله، هذه هي وتلك هي المحن التي يبتلى بها أصحاب الدعوات وكل من دعا إلى الدين القويم وإلى الأخلاق الحميدة. جاء رجال إلى هذه القرية ليدعوا الناس ليفهموهم أمور دينهم ويعرفوهم على معبودهم الله سبحانه وتعالى، فقابلوهم بالشتم والاستهزاء. ثم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهاجموه وضربوه وعذبوه. سياق الآيات لا يروي حقيقة ما جرى مع هذا الرجل، لكن في التفسيرات يتضح أن هذا الرجل قد عانى أشد العناء لأنه قال كلمة حق ولأنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الخالق. فنحن إن أردنا صحوة وأردنا دعوة وجب علينا أن نضحي وأن نبذل من أجل هذا الدين ومن أجل تبليغ هذا الدين، وهذا ما فعله الصحابة الكرام، وهذا ما فعله سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب لنا الأمثال في تضحياته في جسده وفي سمعته وفي عقله
إذ تهجم عليه المشركون والكافرون وأحاطوه من كل مكان وحاصروه. فهذا هو دأب الدعوات، وهذه هي المحن التي تحيط بهذه الدعوات. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نثبت، وجزء كبير من هذا الثبات هو وجودنا هنا في هذا الحي، ووجودنا في جميع أحياء يافا لنقول كلمة حق، ولنشهد الله سبحانه وتعالى ونشهد ملائكته أننا هنا سنبقى إن شاء الله لنقول كلام الله ونتلو على من شاء وعلى من أبى آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكرين ومبشرين ومنذرين لنخرج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. نترككم إن شاء الله مع كلمة طيبة لفضيلة الشيخ أبو محي الدين أحمد سطل، فليتفضل. الله أكبر ولله الحمد. أنا نسيت أخذت لك وظيفتك إبراهيم، ما رجازك كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، مالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه سبحانه وتعالى. شهد لنفسه بالربوبية ولصفاته بالأزلية، سلطانه ظاهر، كرمه ظاهر، تدبيره محكم، وقضاؤه مبرم، ليس بوالد ولا مولود كما قالت نصارى حشاه، ولا يده مغلولة كما قالت يهود، ولا لذاته حد محدود، ولا لبقائه أجل معدود. خشعت الأصوات لهيبته، وذلت الشدائد الصلاب لسطوته سبحانه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والصلاة والسلام على إمام الهدى ونور اليقين وإمام الأنبياء والمتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. سيدي يا رسول الله، كم زالت ربا من رباها، وكم بادت نخيل في البوادي، ولكن نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف والعوادي. ومجدك يا رسول الله باق، بقاء الشمس والسبع الشداد. أما بعد، نعيش في هذه الأمسية المباركة مع هذه الوجوه النيرة التي جاءت طاعة لله وابتغاء مرضات الله لتسمع ذكر الله تبارك وتعالى. نعيش مع وصية من وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي وجب علينا أن نحفظها ونعلمها نساءنا وأبناءنا، وننشرها في مجتمعاتنا، وتكون أنس وحديث مجالسنا. وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما ونحن نعيش في أشهر معلومات، أشهر الحج والعج والثج، لا سيما ونحن نعيش في الأشهر الحرم التي قال عنها الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والتي نوه عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي قال فيه: إن الله خلق السماوات والأرض، وإن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم
ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر لا من عيش أشهر الحج، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. رجب مضر يعني رجب اللي كانت تعظمه مضر، اللي هي بطن من بطون العرب، لأنه كان بعض العرب يقولون إنه رمضان هو من الأشهر الحرم، اللي هي ربيعة من قبائل العرب، وكان مضر يقولون لا رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح أن رجب هو من الأشهر الحرم. هذه الأشهر أربع أشهر حرم نحن نعيشها في هذه الأيام المباركات. هذه الأيام وهذه الأشهر التي هي من أفضل الأيام، فيها أيام من أفضل الأيام، أقسم الله جل وعلا فيها، قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وهذه الأيام هي العشرة من ذي الحجة التي فيها الأعمال، أحب الأشياء الأعمال إلى الله الأعمال الصالحة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير الأعمال أي خير الأيام أيام ذي الحجة، وفيها أحب الأشياء الأعمال الصالحة إلى الله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني عن الخيرية شبعت الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج في فرسه وماله ولا يرجع بذلك من شيء. لعظم هذه الأيام التي تجتمع فيها أمهات العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل التوحيد، تلبية الله تبارك وتعالى الناس، هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات، لذلك هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. ولنرجع إلى المصطفى العدنان، وهو يوصي ابن عباس رضي الله عنه ترجمان الأمة بوصية ربما كثير منا سمعها وربما كثير منا يعلمها، لكن وجب التكرار، لأن التكرار كما قيل يعلم الشطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا كتب عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أحوجنا في هذه الأيام للاستعانة بالله والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة سؤال الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن نعيش في أيام الفتن والظلمات والأحوال التي تنزل في الأمة بالعموم وتنزل هنا في أهل يافا خاصة، فتن كقطع الليل المظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان منا يده لم يكد يراها، فتن تجعل الحليم حيران، فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، أغلى شيء في الحياة، أغلى شيء في الوجود، الإنسان يبيع دينه بثمن من الدنيا رخيص، بثمن بخس، دراهم معدودات، ربما منصب زائل، ربما توهم، ربما ملك، ربما أموال، ربما دنيا بأسرها، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم نحن بحاجة إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى. لذلك لا بد لنا أن ننطلق من هنا إلى هناك، وما أدراك ما هناك، إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا في سيرته كيف اللجوء إلى الله، وكيف الثقة بالله، وكيف سؤال الله، وكيف الاعتماد على الله جل وعلا. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، قصة قصيرة، لا بد لنا من زيارة الحبيب، ولا بد لنا من الكلام على الحبيب، لأن الكلام على الحبيب في ذكره القلوب تطيب. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالك
يلقى خيالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا فإما حياة نظم الوحي سيرها وإما موت لا يسر الأعادية رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا النبي صلى الله عليه وسلم تتآمر عليه جميع قبائل العرب ومشركي العرب وأهل الجزيرة العربية قاتبة يريدون سجنه ويريدون قتله ويريدون نفيه وقد أقر القرآن ذلك فقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا دعم لكل من يمشي في دعوة الله ربما تتعرض لمضايقات وربما تتعرض للسجن وربما تتعرض للمساءلات وربما تتعرض للنفي كل ذلك في سبيل الله وكل ذلك ابتغاء مرضات الله لن يضرك شيء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بين ظهراني هؤلاء المشركين وهم يتلبدون له خارج بيته يريدون قتله النبي يقرأ القرآن ويخرج أمامهم وهو يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وهو يحمل التراب يحثو على رؤوس الكفار فأغشيناهم فهم لا يبصرون النبي بيطلع هو مطلوب بده ينقتل ومدفوع عليه 100 ناقة 100 ناقة يعني أيام العرب زي اليوم 10-20 دار هون بيافا ملايين طالبين على راس النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بيحفظه وبخرج بيطلعه والله سبحانه وتعالى بيعلمه بكتاب الله بقول له وقل يا محمد وقل هذا برضو لإلنا تعليم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا من لدنك اللدن هو من عند الله تبارك وتعالى واعلم أن الأمة إذا استعنت فاستعن بالله واجعل من لدنك سلطانا نصيرا النبي يخرج ويمشي بده يسلي أصحابه الله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من اتبعه نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصغار والكبار نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام جئنا لندعو الناس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني شاء من شاء وأبى من أبى وتكلم من تكلم واعترض من اعترض وأشاع الإشاعات من أشاع عصابة إجرامية حشاشين عفريانين كل هذا الكلام لا يهمنا ولا يضرنا لأننا معتمدين على من؟ على من معتمدين؟ على الله جل جلاله على الله تقدست أسماؤه الله الذي خلق السماوات وخلق الأراضين الله الذي يقدر المقادير نحن نسير مع الله تبارك وتعالى ولن يضرنا شيء وتأتي الرسالة المحمدية من داخل غار ثور الرسالة اللي اليوم من نوصلها لكل الشباب ولكل المحتارين ولكل الناس اللي بيقولوا ايش هالفتن هاي وايش اللي بيصير بالبلد ايش هذا الصراع صراع بين الحق والباطل ابتدأ يوم خلق الله آدم ويوم بعث محمد وسيسري هذا الصراع إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار أبو بكر ماذا يقول يا رسول الله بفطرته وإنسانيته قل يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه إيش؟ لرآنا لرآنا يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هذا رسالة لكل شاب رسالة يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داعية ولكل شاب تائب ولكل مقبل على دعوة الله ولكل
من رسالة يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الخيمة المباركة، خيمة الهدى، رسالة يرسلها الله الرسول صلى الله عليه وسلم لشباب الدعوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك بدعوة الله مؤيدها؟ ما ظنك بأعمال الله سبحانه وتعالى منشئها؟ ما ظنك بأعمال مقصدها وجه الله، ابتغاء طاعة الله تبارك وتعالى؟ إذ يقول لصاحبه، سجل القرآن هذا عشان يعلمنا، إذ يقول لصاحبه إن ربنا سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نقول لكل إنسان، لكل هذول خفافيش الظلام الذين يجتمعون في جنح الليل للتآمر على دعوة الله، وللتآمر على شباب الدعوة، ولمحاربة هذه الخيمة، إيش هاي الخيمة عملة؟ إيش شباب الدعوة عملوا؟ إيش المصلين اللي بالمساجد عملوا؟ هين إيش بيصير؟ هل هنا ينشر الفواحش؟ هل هنا ينشر الزنا؟ هل هنا توزع الخمور؟ يا إخوان، حربكم هذه اللي بتسلطوها على الشباب وعلى شباب الدعوة وعلى شباب الخيمة وعلى كل من يقول الله الله وعلى كل من يقول كلمة الحق، هذه الحرب يجب تسلطوها على ناس تانيين، على تبعون الحفلات وعلى تبعون الغناء وعلى تبعون اللي بدهم ينشروا الفساد والعهر والضلال. بدكم هاي الحرب توجهوها على الناس اللي أخذوا لنا مساكننا. اليوم فيش عنا وين نسكن أولادنا، بدل ما نيجي نحارب بعض في المساجد ويقول هذا فلان وهذا علنتان وهذا مع فلان، تعالوا كلنا نتوحد تحت كلمة سواء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أليس كتابنا واحد؟ أليس قبلتنا واحدة؟ أليس مسجدنا واحد؟ أليس رسولنا واحد؟ نتوحد كلنا من أجل الله ضد المؤامرات التي تحاك على هذا البلد. قتل للشباب، مهدي السعدي قتل سنة ومعروف من اللي قتله، لهلا لم يقدم للمحاكمة. أين العدل؟ أين الديمقراطية اللي بيقولوا عليها؟ وين المساواة؟ وين حقوق الإنسان؟ شاب في ريعان شبابه له سنة، مرأة سنة، قتل ظلما وعدوانا، أطلق عليه طلقات وراء ظهره. نسينا القضية هاي ونسينا نحارب بعض، منحارب شباب الخيمة، ومنحارب اللي بيصلوا بالجامع، ومنحارب اللي بينادي على صلاة الفجر، وفلان متطرف، وفلان إرهابي، وفلان كذا. يا إخوان، الناس هؤلاء عندهم أعوان، وهدول بيشتغلوا لخدمة ناس، وهدول الناس بيحاربوش حدا، هم يحاربون دعوة الله. هم لا يحاربون أحمد، ولا بحرب فتحي، ولا بحرب بلال، ولا بحرب إياد، ولا بحرب سعيد، ولا بحرب الشيخ الفلاني، ولا الأستاذ الفلاني. المقصد من هذه الحرب محاربة دعوة الله، محاربة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المنهج فيه تحرير للعقول، فيه إخراج للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فيه إخراج العقول من تعظيم وتقديس الشخصيات، تقديس المناصب، تقديس الأسماء. إحنا فيش عندنا تقديس إلا لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لأهل الخيمة واحد، ونقول لشباب الدعوة، ونقول لكل المسلمين وكل الشباب الماشيين في سبيل الله: أنتوا سيروا على بركة الله، وقولوا بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. إحنا ماشيين في سفينة الدعوة، شاء من شاء وأبى من أبى. اللي بده يحاربنا إحنا منحاربش حدا، نحن مع الله، الله مولانا ولا مولى لكم، الله ولينا ولا مولى لكم، الله نصيرنا ولا ناصر لكم. نحن نلجأ إلى الله، ونحن نبث أحزاننا وأشجاننا إلى الله، فقط إلى الله، لا إلى شلومه ولا إلى أرضي، نحن فقط مع الله تبارك وتعالى. هذه هي طريقنا، وهذه هي دعوتنا،
وسنستمر على هذا. قتلتونا سجنتونا، نحن في سبيل الله ماضون، شاء من شاء وأبى من أبى. ونكرر نشكر من استضاف هذه الخيمة، نشكر القائمين على هذه الخيمة، نشكر إخواننا الحضور على حضوركم المبارك، نشكر أخونا كمال مصري، نشكر أخونا أبو العدس سامر أبو العدس عائلة أبو العدس، نشكر أخونا عبد اللطيف أخبارية وعائلته عبد القادر أخبارية، نشكرهم على هذه الاستضافة المباركة. ورح نضلنا نعلي صوتنا ونقول الله أكبر ونكبر ونعلي كلمة الله ونظهر الهوية الإسلامية لهذه المدينة، شاء من شاء وأبى من أبى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم على حضوركم، بارك الله فيك شيخ أحمد على كلامك. بقي نذكر إن شاء الله إنه اللي فكرتوا بالدول بقي نذكر تمدوا أيديكم للي شو اسمه؟ فاهم عارفكم. فنذكر إن شاء الله الخيمة الهدى إن شاء الله الجمعة الجاي في جنب مقهى خمل أبو عيسى خمل. جنب مقهى عيسى خمل أبو عيسى خمل. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.